الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين، وبعد. فالحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى شرح الله سبحانه وتعالى صدر أختكم ملاك الإسلام، وسترد شهادة التوحيد على مسامعكم الآن في مركز الهجرة الإسلامي مسجد عيسى عليه السلام في مدينة غواياكيل يوم 23 من شعبان الموافق 10/7/2012. الشيخ أبو سعد إن شاء الله سيلقن شهادة التوحيد باللغة العربية وكذلك أنا باللغة الإسبانية. تفضل شيخ. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. تكبير. الله أكبر. ربيت بسم واسمين اسم اليوم يورا تستيغون que no hay más Dios excepto Allah. Yo atestigo que Muhammad es el siervo y mensajero. Yo atestigo que Jesús, hijo de María, es el siervo y mensajero. Takbir. 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 Bienvenido a Islam, hermano.